برشلونه وكوب في الاسبيرونس معناتها. قعدت لك البوان نوار تخرج نتاعك من الكلوب؟ بيان سير معناتها حتى درا شنو ما يعملكش العمله اللي عملها معناتها عمله خايبه على الاخر. شنو هي العمله؟ ما داني جور باقي ساعة في ماركاتو انا جايب له اوفر سليم الرياحي من الشارقة ب 400 دولار متى حتى الاوفر عندي ما يقولكش درا شنو يقول لي لا ما نسيبوكش من نص 11 ونص يكلموك يقولوا لك ايجا نفسخولك شنو تصورها انت ومبالا نسكر الماركاتو معناها كان فما استهداف ليك انت ولا حسن النية معناها صار لا معناتها شماتة كيف تقول لك انت جايب له جمعة كومبلي جاي والبريزيدون تاع الشارقة متقابل معاه في لندن وكل شيء بعد كي يبقى بنص ساعة يقول لك فسخ وما تحملت مسؤولية وفسخت مع كان معايا ذاك اللي نشكروه معناتها ذاك الواتي اللي كان كوراجيو معناتها قال لي هشام تنفسخوا ما حبوش عليك ما حبوش عليك كاو وربي كيما ربي ما فيه كان الخير معناتها فتح الماركاتو زادوا 3 جور في البرتغال والحمد لله صحات في البرتغال الحمد لله يا رب. قعدت تبع في الكلوب وقتها كي صحات البرتغال نتفكر حتى عملت فيديو ما نعرفش في على الكلوب وتغشوا منه حتى بعض حبايب الاسبيرونس وبعد صحات في الاسبيرونس. بعد صحات في الاسبيرونس اي ما كنت ما تفدليك ما فما حاجات هما الناس ياخذوهم معناتها بالرسمي فهمت انا مشيت للبرتغال مشيت قديمه كونتاكت كانوا حتى اصحابي كوروا في الاسبيرونس وانا نكور في الكلوب. معناتها تفد ليك هكاك تغش وكان المكتوب وصحت في الاسبيرونس معناتها حتى الاسبيرونس راهي جمعيه كبيره وقيمتني كجوار والحمد لله يا ربي معناتها جيسكا ماتنو ندخل البارك تاع الاسبيرونس تقول كاني ولدهم تدخل البارك الكليب بون بارك الكليب عادي ما عندي حتى مشكل مع جمهور الكليب انا عندي مشكل مع واحد ما هو جمهور الكل في باله شكون أسامة سلام ما هو عمل عمله ما نذكرش اسمه انا ميريت با نذكر اسمه انا في ليشان ولا في حاجه باسكو هو عمل عمله راهو اورد فوتبول مش هشام ماكش الخلاف يكون فني معناها في رايه هو ما يعجبوش هشام بالقروي مش فني ما فما حاجات ما نجمش نقولهم لك ما فما حاجات مش يجي عند جوار يقول له انت شبيك تلبس هكاك وعندك كهرباء غاليه ودرا شنو هذه مش كوره هو قال لك هكا اي ما هو فماش نحكي لك تحب نفرقوا الرومانه كيف تقولوا انتوما هاني باش نفرقوها تو ما هو كيفاش احنا 3 موا مش خالصين فلوس قلنا لهم تو تعرف انت قلنا لهم مش باش نتريناو حتى تعطونا فلوس جا عندي انا في البيرو في البارك قال لي شبيك انت عندك رونج روفر وتلبس في الجوتشي وتلبس لوي فيتون تتكلم على فلوسك انت هادي تجي اسكو تجي هكاك كان هو راهو يسمع فيا يجاوبني على الاخر انا ما معناتها راجل ونقابل نواجه اي واحد وفما شكون ذاكر في الواتيه وفي الوجوه معناتها سي با ما تتقالش هذيك حتى معناتها تجي كريستيانو وانت تقول له شبي عندك فيراري وشبي عندك بورش ديريكتور تكنيك يتكلم مع جوار هكاك ما تصاروا حكايات برشا انا نحب واحد راجل ريت ما نحبش عليك ما نحبش عليك نحب عليك نحب عليك يجاني في الوش قال لي هشام ما حاش تنجبي هكاك ما مش تجيش تقول لي كلام اخر انا ما حسيت كان فما استفزاز منه هو اللي كنت بيان سير اي علاش ما فهمتش انا بتات غير انا نحطها غير ابون اي والله نحطها غير ما ابخي بعد الوقت معناتها عرفت باللي فما برشا جوارات لعبوا معاه ودرا شنو ما شوف ريت رو ربي يقول لك تلك الايام ونداولها بين الناس اليوم انت عندك وغدوه واحد اخر عنده ريت انت كي تكون في ان سيرتان نيفو وما تستحفظش عليه وما تقدش روحك بالقدام معناتها سالت النيفو لازم تكون ستاك فيه انت كيف تلبس كيف كنت 2008 لازم تشد في هذاك الريتم حتى اللي تفات كاريير ما هو الدنيا كي تتبدل على العباد اللي قلبهم مش باهي راهو يبداو تظهر لهم انت تي انا كنت في 2008 ريت انا كيفاش كنت والدنيا رجعتك انت هكا راهو ربي سبحانه في القران يقول لك تلك الايام نداولها بين الناس اليوم انت عند واحد برشا فلوس وغدوه واحد اخر عنده برشا فلوس مش كان انت تقعد عندك برشا فلوس والاخر ما عندوش اما ما تجيش فاسون هذه نتاع شبيك انت تلبس هكاك وشبيك اي يعني قلت لي غير على ايش غيره من شنو يغير ما فهمتش ما هو هكاك ما هو مازال عند مونتاليتي نتاعو عايش كي كان جوار وحتى بيولي كان جوار حتى مارادونا كان جوار معناتها ما تشدش ما تقعدش بالمونتاليتي انت انا كنت جوار او فما برشا جوارات لعبوا في تونس وهو نيفو وما يتكلموش انا وانا به انتقالك بعد الاسبيرونس حتى بعد لحبيت الكلوب ما تقبلوش ما هي خبزة الحمد لله معناتها الاسبيرونس وقت يكلموني انا معناتها انا في البرتغال ما ماشي الاي كاتينا باش نصحح
معناتها نشكروا حمدي الندب ورياض بن نور ووليد العالم اللي قعد معايا كاجور هو وذاك الوقت قعدنا في الجزائر كاجور وقنعني باش نجي لاسبيرونس وصرت حتى فسخت الكونترا نتاعي مع اي كاتينا اللي كانوا باش يلعبوا اليوروبا ليغ وفسخت كونتراتي وصحت في الاسبيرونس عن قناعه معناتها حسيت مني فريمون معناتها قيموك كان جوار معناتها تحسهم عملوا ساكريفيس ودرا شنو إيه اما سؤالي قلت لك حبيت الكلوب ما تقبلوش خاطر كانوا كان يشوفوك مثال مثلا الجرينتا تحب المريول لك حتى كي تملك تبوس شعار نتاع الكلوب أنا ممكن جاتهم صعيبه انتقالك لا بون ريت تكور في اي جمعيه لازم تمد افون انا وقت اللي كورت في الكلوب راني مديت افون مديت فريمون مديت وصلت عندي فراكتير ونكور والناس يبالهم اما تاني ما يخفلكش كي تكور زياده في جمعيه اخرى لازم تحلل على فلوسك اللي تاخذ فيهم معناتها احنا عندنا تزيريه هكاك تكور فيه حتى في تل ابيب راه عندك عقد كونترا نتاعك لازم تحللها ما فماش تاع لا بلا ودرا شنو ما نحسبوش نحن ما تشوك لو في الدربي ما كانش عادي صارت بوليميك بعده دربي انا دربي كيفاش كان الدربي وقتها دو سمان هزيت كوب انا اي وقت جيت لعبت دو ماتش هزيت كوب ضد الكلوب معناتها عملت بعض التصريحات ما قبلوهاش برشا حبه الكلوب لا لا هذاك في الشامبيونه نحكي انا مش دربي لا دربي نتاعي اول دربي كانت كوب كانت كوب وقت ربحنا 2-0 هزيت كوب ندمتش عليه شويه الديكلاراسيون هذيك نو بون سير دي فوا تكون ناشو دي فوا مازال جوسكا ميتنو غايدتك ممكن كانت مازال غايدتني جوسكا مازال غايدتني جوسكا ميتنو ما نكذبش عليك معناتها لازم ريت انا ترست وصلت بيريود انا مضروب شهر في الاسبيرونس دكتور ياسين قال لي ما تكورش قال لي ما تتريناش باش ما تزيدش تضرب ترينات باش نكور دربي وتضربت تلم مازال عندي معناتها مش شاد على الكليب ولا على مش محقد على الكليب معناتها الفاسون اللي خرجت بها من ميريتيش باش نخرج بهذيك الفاسون فريمون من ميريتيش باش نخرج بالفاسون كيفاش التو تحس معاش حتى كي تحكي معايا نحسها قاعده في توجع على الاخر نون سي بون ساي سي الباسي سي باسي انا الحمد لله كورت بعدها في ليسبيرونس وجمعيه كبيره وجمهور كبير وهزيت تيتروات معناتها عادي ما تو عادي حتى مع الكليب ما عندي حتى بروبليم مع الجمهور تاع الكليب اللي في بالهم الناس لا فما دي بروبليم لا والله ما فما حتى فما حتى شكون حاول يعتدي عليك هكا لا لا ما فماش منها جمله هذه أبون؟ والله ما فما جمله منها قلت لك عندي شطر صحابي انا كلهم كليب معناها اشاعه الكلام سمعناه وقتها ما فماش منها جمله انت اكيد شفتوا الكلام وقتها اي انا فما ما فماش منها والله وراس بنتي الغاليه ما فما منها انت قلت لك شطر صحابي انا الكل كليبستي شطرهم الكل وني نقعد معاهم كلهم كليبستي معناتها ما عارفين فريمون عارفين البروبليم مين مش مية انا مش مني انا واضح تسامح حسام سلامي ولا صعيب لا ما نسامحوش انا قلبي باهي على الاخ والله وقلبي بيد على الاخ حسيت ظلمك ظلمني برشا مش ما, ما, ما عملت حتى حاجه لو كان عملت له حاجه ما من عادي نقبلها اما ما نسامحوش والله ما نسامحوش.